مرحبا بقناه غاليه معنا هنا اليوم في سينما ميغراما بمدينه الدار البيضاء لحضور العرض ما قبل الاول ديال الفيلم الكوميدي الكنز السينمائي الكنز اللي من اخراج الاستاذ عمر غفران واللي كنشارك فيه من بين ابطال الفيلم مع طارق البخاري جمال العبابسي ناصر المدغري والعديد من الممثلين. الفيلم كيعالج واحد الموضوع اللي هو كبير وكبير بزاف, موضوع حساس, موضوع اللي غادي يقول لك موضوع توندونس اللي هو ديال التعايش وديال التعايش الانساني اكثر ما هو تعايش اسلامي او ديني. فكنت جد فرحانه انه تمت المنادات عليا من طرف المخرج عمر غفران انني نشارك في هذا الفيلم هذا اللي كان قريب بزاف لقلبي لانني كنت مرتاحه فيه في اجواء تورناج لا وحتى من بعد مسألة التصوير. فكنت ديما كنتبع احداث وفين وصل الفيلم لانه كنعتبره سي ان بيبي اللي صايبناه كاملين وسينفخوه ان شاء الله اللي غادي تشوفوه اليوم. كما شفتوا دور ديال واحد السائق ديال سياره الاجره اللي كيتلاقى مع واحد الكليان ديالو اللي كيدير ليه واحد البلباله واحد المشاكل كيوليو هما في كوميساريه هما هنا هما هنا ولكن كيوصلوا لواحد الوقيته انهم خاصهم ضروري يتعاونوا باش يخرجوا من واحد المشكل بعد ما كانوا مشادين. فهذا الشيء كامل في واحد القالب كوميدي خفيف ظريف اللي فيلم مغربي اللي الناس يقدروا يجيو يتفرجوا فيه مع عائلتهم ويضحكوا. وكنتمناو ان ربي يوفقنا ونتمناو اننا خصوصا دابا يلا الافتتاح ورجعات تدريجيا نقولوا تدريجيا الكونفينمون بدا كيتحيد كنتمناو يمشي بمره ويعمروا القاعات السينمائيه والجمهور متعطش الافلام المغربيه ومتعطش القاعات السينمائيه. فمرحبا بهم فيلم الكنز يتفرجوا يضحكوا شويه ويردوا صله الرحم مع الفن السابع. كان لي شرف انني نشتغل مع هاد النجوم البارزين سكينه درابيل, طارق البخاري, جمال عبابسي, ناصر المدغري, محمد الحوضي الكبير الممثل العظيم, هند بالعولا, شفيق بسبيس, علي قراوي وبزاف ديال النجوم الحقيقيين اللي كانوا معنا في هذا العمل اللي كانت رساله الابرز ديالو هي التعايش ماشي فقط بين الديانات ولكن التعايش في لو سونس لارج ديال لومو, التعايش ما بين الانسان والانسان. حنا تنعيشوا فوق هذه الكره الارضيه ما عندناش شي حل الا اننا نتعايشوا, ولكن باش انك توصل هذه المساله هذه لجميع الشرائح الاجتماعيه لجميع المستويات الثقافيه تخص تخاطبهم بلغه بسيطه, واللغه البسيطه هي القالب الكوميدي هو الاقرب للقلوب ديال الناس, وبالتالي الوقع ديال هاد اللغه تكون اكبر لو انك استعملتي واحد اللغه ديال الخطاب معقده. هذا هو التصور ديالي في اخراج هذا الفيلم السينمائي الكنز. واحد الفرحه لا تتصور, انا فاش تندوز وتنشوف الناس في القهاوي وتنشوف لي ريستورون حالين تنشوف السينما تحالين تتحس بواحد الامان. انت عاقل في ذاك ثلاث شهور ديال الحجر, يعني كنا عايشين واحد القهره نفسيه, تتخرج وتتلقى الدنيا خاويه, انت القلب ديالك تيتقبط. ولكن دابا الحمد لله الامور رجعت للطبيعه ديالها شيئا فشيئا, والناس ان شاء الله غادي يجيو وغيستمتعوا بالسينما ويشوفوا الفيلم ديال الكنز, والف مرحبا بالجميع.